السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي في فيديو جديد. إذا فيديو اليوم خاص بالشكل والتطبيقات الكتابية، الحصة الثانية، حصة الاستثمار والتوظيف من مرجع المنير في اللغة العربية للسنة الخامسة من التعليم الابتدائي، الصفحة 213. إذا بالنسبة للنص، إذا رأينا النص تحت عنوان مقابلة خاصة، إذا في الصفحة 205. إذا سنعود للنص، إذا لنتذكر النص ثم سنجيب عن الأسئلة. إذا أولا سنقرأ النص. استقبل فريق كرة السلة لذوي الاحتياجات الخاصة استقبالا رائعا من طرف الجمهور الذي حج إلى الملعب تشجيعا لهذه الفئة من الأطفال الذين يعانون إعاقات جسدية. أطلقت صافرة بداية المقابلة، كان لاعب الفريقين يجوبون الملعب بنشاط على كراسي متحركة، تقذف الكرة من لاعب إلى آخر ويحاول كل مهاجم رمي الكرة في السلة بإتقان. أعلن عن نهاية المقابلة بتعادل الأهداف بين الفريقين، تعانق اللاعبون وتبادلوا الأقمصة الرياضية في أجواء من الفرح والحبور. إذا بالنسبة هناك خطأ في الشكل، الذين يعانون إعاقات جسدية. إذا لماذا جسدية؟ إذا يعانون ماذا؟ إعاقات مفعول به منصوب بالكسرة النائبة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم، إذا فبالتالي جسدية يجب أن تكون منصوبة. إذا لماذا؟ لأنها نائب تابع لمنعوت إعاقات جسدية. إذا فإعاقات مفعول به منصوب بالفتحة بالكسرة عفوا نائبة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. إذا الآن سنجيب عن الأسئلة ونبدأ بالسؤال الأول. استخرج من النص النواسخ الفعلية والحافية وفق الجدولين الآتيين. إذا ناسخ فعلي اسمه وخبره، ثم ناسخ حرفي اسمه وخبره. إذا سنبحث عن النواسخ الفعلية والحرفية. إذا ناسخ فعلي، كان لاعبو الفريقين يجوبون الملعب بنشاط. إذا كان لاعبو الفريقين يجوبون الملعب. إذا كان الناسخ الفعلي كان اسمه لاعبو الفريقين، خبره يجوبون، خبره جملة فعلية، يجوبون الملعب. إذا كان لاعبو الفريقين يجوبون الملعب. إذا كان ناسخ فعلي اسمه لاعبو الفريقين، خبره جملة فعلية، يجوبون الملعب بنشاط. إذا يمكن أن نضيف بنشاط. الناسخ الحرفي، إذا سنبحث عن ناسخ حرفي. إذا سنبحث عن الناسخ الحرفي. إذا كان متعد تقذف الكرة من لاعب إلى آخر ويحاول كل أعلن عن بتعادل الأهداف بين الفريقين، وتعانق اللاعبون وتبادلوا الأقمصة في أجواء الفرح والحبور. إذا أظن بأنه ليس هناك ناسخ حرفي في هذا النص. إذا استقبل فريق كرة السلة لذوي الاحتياجات الخاصة استقبالا رائعا من طرف الجمهور الذي حج إلى الملعب تشجيعا لهذه الفئة من الأطفال الذين يعانون إعاقات جسدية. أطلقت صافرة بداية المقابلة، كان لاعب الفريقين يجوبون الملعب بنشاط على كراسي متحركة، تقذف الكرة من لاعب إلى آخر ويحاول كل مهاجم رمي الكرة في السلة بإتقان. أعلن عن نهاية المقابلة بتعادل الأهداف بين الفريقين. تعانق، إذا ليس هناك ناسخ حرفي. إذا لا يوجد في النص ناسخ حرفي. إذا أستخرج من النص الأفعال الصحيحة والمعتلة وفق الجدول الآتي. إذا سنستخرج مثالين لفعل صحيح ومثالين لفعل معتل. إذا حج، إذا فعل صحيح حج، فعل صحيح نوعه إذا مضاعف، إذا مضاعف. الفعل الصحيح الثاني، إذا
رأينا الفعل حج ثم الفعل سنرى الفعل تقذف قذف. إذا تقذف فعل صحيح سالم، تقذف. إذا سنكتب تقذف، إذا صحيح سالم. الآن نمر الآن إلى الأفعال إذا المعتلة. إذا يجوبون، جاب، إذا فعل أجوف. يجوبون، 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 إذا نوعه أجوف، نقول جاب أجوف، يعني جاب أو جال. إذا حرف العلة في الوسط، إذا فنوعه أجوف. إذا فعل معتل الثاني، إذا سنبحث عن الفعل المعتل الثاني. إذا يحاول، إذا حاول، كذلك فعل إذا معتل، حاول، إذا يحاول الفعل، إذا حاول، إذا فعل أجوف، كذلك فعل أجوف، معتل أجوف، حاول. إذا هذه هي الأفعال. كذلك لدينا عانق، تبادل إلى آخره. إذا السؤال الموالي، أعرب ما تحته خط في النص تقذف الكرة. إذا سنعرب الجملة تقذف الكرة. إذا تقذف، تقذف، إذا تقذف فعل مضارع مبني للمجهول، إذا للمج، إذا للمجهول، مبني للمجهول، إذا مرفوع، مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، فهو مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. تقذف الكرة، الكرة نائب الفاعل مرفوع، نائب الفاعل مرفوع كذلك بالضمة الظاهرة على آخره، بالضمة الظاهرة على آخره. إذا الكرة نائب الفاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. بالنسبة للفعل تقذف، إذا فهو فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. وبهكذا أصدقائي ننهي هذه الحصة، موعدنا يتجدد إن شاء الله مع باقي دروس المرجع. كونوا في الموعد، إلى اللقاء.